قالت هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة إدارة المالية العامة، وأشارت إلى أن الجلسات بحثت نقاط مهمة من بينها شمولية الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. جلسة اليوم في لجنة عجز الموازنة والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ركزت النهاردة على إدارة المالية العامة. إدارة المالية العامة واتكلمنا في أهم ثلاث نقاط: شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. بنتكلم بشكل عام، تطرق البعض إلى البنود المتواجدة والمدرجة في الموازنة العامة، وتدرج البعض الآخر لبعض من المقترحات والحلول. بالنهاية كل الحلول بتهدف لسد الفجوة علشان خاطر نقدر نحل المشكلة الاقتصادية المتواجدة اللي بتهم المواطن المصري. وده خليني أقول لحضرتك إن في آليات كتيرة جدا، مش بس فقط إن احنا نتطرق إلى البنود اللي موجودة داخل الموازنة، ولكن علينا أيضا أن نفكر كيف يمكن أن نستطيع كمصريين في زيادة الدخول، زيادة الدخول اللي هتقدر أصلا تكون مصدر من مصادر الدخل علشان نسد الفجوة.